السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في بودكاست نادي الأمراض الجلدية. موضوعنا في هذه الحلقة بعنوان الخطوة الأولى. من المهم اختيار التخصص المناسب لك الذي يمكنك على الإبداع فيه، وبالتالي إفادة المجتمع بشكل أكبر. وسعيدين في هذه الحلقة باستضافة الدكتورة ريم السرجاني. في بداية حوارنا، حدثينا عن تجربتك في سنة الامتياز. طيب، بالنسبة لسنة الامتياز كانت حلوة، لطيفة، تعلمت واستفدت منها أشياء كثيرة. هي سنة حلوة من ناحية أنه you get to be exposed to a lot of specialties في medical field. It's nice to see what you're interested in. It's like you're basically forced to be explored to all these different specialties or sub-specialties عشان تعرفي نفسك. يعني مثلاً في specialties ممكن it was a big X من البداية، سواء كان surgical, medical, and then once you're actually exposed to it تقولين oh actually it's something that I enjoy or I like the clinical practice. فit's nice، هذه اللي حلو بسنة الامتياز. فit's nice to explore مو بس sub-specialties بس كمان yourself and your interests. طبعا من ناحية تجربتي أنا و how I tried to utilize سنة الامتياز to my advantage من ناحية dermatology، وأتوقع هذا اللي ممكن يعني يفيد الـ interns الحين، is that قبل بداية سنة الامتياز I كنت أشوف إيش التراكس وكيف توزيع التراكس بشكل عام يعني، وحاولت أختار التراك اللي يناسب this field بحيث إنه I chose the track اللي فيه most electives قبل ال interviews وقبل التقديمات، لأنه يعني dermatology is one of those fields where you cannot take it under a core rotation. It has to be as far as I know يعني as under the elective. من زمان كان ممكن تاخذيها under medicine بس أتوقع الحين as far as I know no, it has to be under an elective. ف try to find التراك المناسب إنه بحيث إنه يكون كل الالكتيفز قبل التقديمات. تمام. طيب دكتورة ريم، من خبرتك في مجال التخصص الجلدية، ما هي آلية القبول لهذا التخصص؟ حدثينا عنها. بالنسبة لآلية القبول هي زيها زي يعني أي تخصص ثاني. It depends on يعني three main domains أو three main categories اللي هو الجي بي اي، الأسملية، ونقاط الهيئة. طبعاً كلها نقاط الهيئة أتوقع 14 نقطة، وفي your جي بي اي your أسملية كلها في حسبة، في زي آلات حاسبة أونلاين أو applications you put in your results وتطلع لك المركبة. وعلى حسب هم بياخذوا كل سنة تقريبا أعلى المركبات إلين ما مثلا يعني يكتفوا بعدد معين أو أعلى مثلا 5 أو 6 مركبات إلين ما يكتفوا ويصير هذا أقل مركبة قبول. بعدها إذا جتك your first match يصير نفس الشيء نفس أي تخصص ثاني في اللي هو second match. So first match يعني أنت انقبلت بالdermatology residency. The second match هي إن أي center you are going to be accepted in، هذه المرحلة الثانية. فهذه هي آلية القبول. تمام. طيب بما أننا الآن مقبلين على فترة التقديمات وفترة المقابلات بعدها، ما هي أهم النصائح التي تفيد المقبلين على هذا التخصص باعتباره تخصص تنافسي جدا مثل ما أنت عارفة؟ طيب بالنسبة لنصائحي I'd say إن هي 5 main يعني advice. أول شيء يعني سواء كنت medical student أو intern، أهم شيء is I cannot emphasize enough قديش the first match is the most important part. احنا الحمد لله الجلدية من التخصصات، صحيح انها it's very competitive بس هي من التخصصات اللي as long as you get your first match ان شاء الله 90% you will be accepted in the second match. We're not one of those specialties where مثلا they accept يعني a lot of people في الفيرست ماتش بعدين مثلا 10 او فوق they don't get second match. لا يعني اغلبنا الحمد لله we get second match. ف this should be your main priority اللي هي الفيرست ماتش. The second advice اللي هي focus on these three main domains اللي هي من الهيئة الـ GPA, SMLE ونقاط الهيئة.
So let's say you're a medical student. As a medical student, what can you do? You start with the first domain or first category, اللي هي نقاط الهيئة. نقاط الهيئة تعتمد على الريسيرش، تعتمد على شهادات التطوع. فأنت as a medical student make sure أنك تتطوع مرتين مثلاً في an awareness campaign regardless هو أصلاً part of dermatology مو part of dermatology just try to get these two شهادات تطوع ومake sure أنك أنت you're going into it وبعد ما تخلص you make sure أن الشهادة تكون على حسب ال requirement حق هيئة التخصصات في certain format لازم الظاهر يكون في اسم ال إيش اسمه اسم الكامبين والوقت والمكان ولازم يكون مكتوب مثلاً towards الجنرال الكوميونتي يعني في certain متطلبات تقدر تشوفها من الهيئة make sure تكلم مثلاً رئيس الحملة أو whoever is responsible إنه يكون على هذا الفورمات. هذه بالنسبة لي شهادات التطوع. Once you're done with these two شهادات التطوع خلاص you're good. You don't need to do more. يعني إذا تبغى بالعكس كثر خيرك إنه of course you can go help the community and all that. But I'm talking about من ناحية القبول. You're good with two. وما يحتاج أكثر. Your second thing would be اللي هو ال part of نقاط الهيئة إنك يكون عندك an IRB transcript an IRB sorry و published research. You only need one published research. For my advice, مثلا احنا بجامعة ميك سعود عندنا سنة ثالثة هي we have a mandatory research course. في mandatory research course make sure انه you focus and start a research. هذا research اللي مثلا you're gonna publish وهتقدم فيها للهيئة. فخلاص يعني go into the research with this mentality إن خلاص I will publish it I'll make sure it's يعني in the correct form in the correct way عشان I will apply with this research للهيئة. هذا as a medical student. بالنسبة لي the second domain اللي هو GPA برضو this is important for medical students. You have من سنة أولى لسنة خامس to work on your GPA. Well, I cannot emphasize enough how much GPA is important. لدرجة إنه if you are someone who knows you want a competitive specialty, you want مثلا dermatology, or you know إنه مثلا you cannot multitask, you can't مثلا تمسك مثلا حملات ولا تمسك clubs ولا تتطوع كثير, or you know إنه this will jeopardize مثلا your studying or your GPA, خاص أنت أصلا يعني أنت you only need two certificates. After that, if you're someone who cannot multitask, just focus on your GPA. You don't need to تتشعب وتمسك حملات وتمسك أشياء. يعني أكيد if you want to, go for it. بس أنا أقصد من ناحية القبول, your GPA is most important. طبعاً it looks great on your CV بعدين, بس هذا بالsecond match we're going to talk about it. بس أقصد for the first match, which is most important, you do not need to focus on these stuff. You need to focus on your GPA. After that, خلصنا من ناحية نقاط الهيئة والGPA. عندك آخر category اللي هي الأسملية. هذا طبعاً once you enter your internship, this is your should be your main focus, the assembly score. برضو I cannot emphasize enough how much assembly is so important لدرجة إنه not to scare anyone or not يعني just to be very realistic. إنه في a lot of people who had مثلاً excellent GPAs. بس مثلاً assembly score ما كانت مرة مرتفعة وما كانت the high score وما قدروا ما انقبلوا بال these competitive specialties وفي vice versa في people they have good GPAs بس مثلاً it wasn't the best GPA بس ما شاء الله they worked really hard بالassembly وجابوا مرة عالي بالassembly وقدروا يدخلوا these competitive specialties. فصدق يعني let your main focus during your internship is to get a really really high assembly score. Well, you have four tries, alhamdulillah, fa inshallah يعني it is doable. هذا بالنسبة للسكند advice. الثيرد thing إنه طيب الحين خلاص you focused on these three domains during your internship واخترت التراك المناسب اللي فيها كثير electives وأخذتهم كلهم في dermatology. طيب during your internship electives في dermatology إيش تسوي؟ كيف ممكن إنك يعني you better, you increase your chances. يعني my advice is to show interest and put yourself out there. الكلينكس مو عادي كيف انها busy والconsultant is busy وفي a lot of residents وفي a lot of students وinterns والمرضى و it's very hectic. فأكيد the consultant is not يعني بيشوف
في فرق بين someone who's showing interest و putting themselves out there وبين أحد who's just like observing, just watching. ف try to avoid that, try to يعني be involved. مثلا my advice would be إن ask the resident اللي ماسك الكلينيك. You can ask her, you can tell her, أنا I'm interested in dermatology وأنا I want to make a good impression or I want to show interest in مثلا can I present this case أو مثلا إيش what would you advise me مع this doctor, do you think أنا مثلا أسوي presentation وأعرضه ولا مثلا أسأل أو مثلا أنت تساعديني أحضر case why present it to him. ف you can ask the residents, كلهم يعني متعاونين and they're very nice. ف that's one way of يعني أنك you can show interest to put yourself out there. Fourth advice would be no, don't be scared or don't be too shy to ask for recommendation letters or reference letters. This is something أنا I'm guilty of. يعني من أول electively I was so scared إن يعني ما سويت شيء, يعني كنت عادي أتفرج. Okay, I present some cases, but I wasn't really involved. أو إني ما سويت شيء مرة كبير يعني في الكلينيك. ف I was too scared to ask for recommendations. ف don't do that. Try to again put yourself out there. كل ما تخلص مثلاً let's say a certain number of clinics مع a certain consultant, خلاص he knows your face, he knows who you are, go ask for a recommendation letter, it's okay. وكمان if you're confident enough, كمان ask for a reference letters, لأنه بعدين مع التقديمات اللي استوعبته بعدين أنه they require at least 3 or 4 recommendation letters في dermatology. And I thought إنه ممكن يكون مثلاً في other specialties يساعد في programs تقبل وفي programs لا, تقول لا I want 3 or 4 within dermatology recommendation letters or reference letters. فتري تا يعني get that out of the way و during your early electives تطلبهم وتخلصهم على طول. وآخر شيء آخر advice يعني بالنسبة لي if you don't know which center you want, إذا ما تعرف طبعاً إحنا عندنا 3 centers, main centers الجامعي والحرس والjoint program. If you don't know which center you want, don't put all your eggs in one basket. Try to تاخذ at least مثلاً 1 elective بالجامعي, 1 elective بالحرس, 1 elective one of the centers اللي under the joint program. طبعاً if أنا يعني personally أنا I did all of them بالجامعة because أنا I knew what I wanted. بس يعني if you're someone who doesn't know exactly إيش what your priorities are or what you want, ما أنصح إنك تسوي هذا الشيء. Definitely keep your options open. وبالعكس يعني more exposure, you get to meet more residents, consultants, so you know exactly what you want. Okay. طيب إذا حقق الطالب كل ما هو مطلوب منه للقبول زي ما قلتي الجي بي اي والاسملي والنقاط الهيئة كلها سواها, كيف بإمكانه وضع بس بصمته لزيادة فرص قبوله؟ How can he go the extra mile? طيب so let's say إن خلاص الجي بي اي تمام والاسملي تمام وأخذ نقاط الهيئة وجاله first match الحمد لله. طيب كيف مثلا بالسكند ماتش انه يضع بصمته ويصير يصير الكونسلتنت او البروجرام دايركتور يعني از امبرست. سو طبعا بعد ما يجيك فيرست ماتش يو ستارت بريبينج فور ذا انترفيوز. طبعا هذا البريب از ا هول ديفرنت سبجكت وفي تحضير في دوز اند دونتس بالانترفيوز وفي 1000 فايل وأكثر من يعني PDF files وزي preps يعني for interviews you can go through them. بس basically يعني the gist of it is you have to be yourself, be confident but not overconfident, and prepare well. يعني don't wing it. لا you have to you have I think like you can مثلا 1 week تقعد قدام المراية, you practice the questions, هي نفس ال questions اللي they ask every single time, ممكن بس one new question. ف just practice it قدام the mirror, good body language, good eye contact, هذه الأشياء, memorize your CV very well, وبس يعني prep really well for the interview. That would be my advice. Okay. أخيرا إذا لم يتم قبولي في تخصص الجلدية, ما هي الخيارات المتاحة للتقديم مرة أخرى؟ وهل يقل احتمال قبولي في التخصص في السنة التي تليها؟
طيب let's say لا سمح الله ما قدرتي ما جاكي first match هذه السنة, which is surprisingly very common. لأنه يعني صار في trend الحين especially with competitive specialties صار أغلب القبول especially the first match يكون اللي مسوين service و attachment لأنه they have higher points. يعني إحنا مثلاً على سنتنا مرة كان قليل, I think كان 6 or 7 اللي كانوا fresh grads والباقي كلهم كانوا service و attachment. ف it is likely, يعني again not to scare anyone but to be very realistic, it's okay, عادي you can ما يجيك مثلاً first match because you don't have the same you know يعني same points or same opportunity يعني فممكن ما يجيك ماتش هذه السنة. إيش ممكن تسوي؟ my advice would be شوف إيش أقل مركبة انقبلت هذه السنة مثلاً وشوف مركبتك, إذا مركبت وزيد عليها 4 نقاط, إذا بعد 4 نقاط it's higher by 2 points مثلاً. let's say يعني هذه السنة let's give an example I think I'm not sure إنه إحنا وقفت القبول على 87.8 يعني give or take. ف let's say إنه أنت مركبتك أقل مثلاً ب2 أو أقل مثلاً ب1, إذا أنت بعد 4 نقاط هيصير أكثر ب3 إن شاء الله you have a good chance of getting accepted next year. Yes. فgo for it. إذا أنت you're very passionate about the specialty وما عندك مانع definitely go for service and attachment. إيش هو service and attachment؟ طبعاً it's better obviously to ask someone who's been through it يعني عشان يعطيكم exactly the process. بس basically you get to earn 4 extra points for next year. ال attachment اللي لازم تعرفوه and what I know يعني is لازم تبدو فيه من بدري. So let's say إنه أنتوا خلصتوا ال internship في June 30th or July 1st يعني على طول تبدأ ال attachment that same month. The attachment is for 6 months. You can do مثلاً 6 months في a center, or you can do مثلاً 3 months in a center and 3 months in a different center. But you have to do it for 6 months عشان تاخذ ال points. وafter that the service إن يكون عندك زي أتوقع إن اسم وظيفي. ففي لها أكثر من يعني في أكثر من شيء ممكن تسويه. ممكن إنه إذا أنت حاسس إنه you can do both at the same time يصير مثلاً داوم attachment يومين في الأسبوع, the rest is like إنك تسوي service which doesn't have to be in dermatology. I think dermatology أصلاً ما في service بس في attachment. فservice you can do it in any either general or pediatrics or any specialty. You can either do it while you're attached. بس إذا حسيت إنه ضغط وكذا ممكن just make sure إنه يكون عندك يعني وقعت عقد أو إنه أنت عندك اللي هي الوظيفة مسمى وظيفي قبل التقديمات. مثلاً في January خلصت الاتاتشمنت تقدم على الوظيفة وخلاص يكون عندك العقد جاهز وأنت كذا موظف لما أنت تقدم لهيئة التخصصات. بس برضو it's يعني الأفضل إنكم تسألوا يعني someone who's been through that عشان كمان يعطيكم تفاصيل أكثر. تمام, كذا ننهي حلقتنا الأولى. شكرا جزيلا لك دكتورة ريم, استمتعنا واستفدنا معك كثير ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. العفو, شكرا على this opportunity وبالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا.